اهلا بيكم في وصفه جديده في برنامجنا مش طبخه والسلام. هنعمل النهارده بقى عرق فليتو، وعايزه اقول لكم بطريقه حلوه جدا وجديده وتنفع جدا في العزومات وخصوصا في رمضان. تعالوا نقول المقادير بتاعتنا. انا هنا عندي عرق فليتو متنضف زي ما انتم شايفين كده، وكمان معايا روز بيف مدخن وزبده روزماري يكون فريش، ومعايا مستارده وزعتر فريش، مشروم متقطع صغير جدا، توم سليم زي ما هما، وكمان توم مفروم، بيضه هندهن بيها الباف باستري، وكمان معايا هنا المستارده، واخر حاجه بقى عجينه الباف باستري اللي احنا هنلف بيها العرق بتاعنا. طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ انا هنا مش هتبل خالص لا بملح ولا فلفل ولا اي حاجه، كل اللي هعمله هتبله اثناء التشويح، وطبعا معانا ملح وفلفل ده اساسي في اي طبخه. اول حاجه بقى هعملها ان انا هولع على الطاسه النار، ومهم جدا جدا ان اي لحوم عندنا لازم اسخن الطاسه بتاعتي كويس جدا. طيب ده ليه؟ علشان خاطر كرمله اللحمه بتاعتي تدي كده لون، واللون ده هو اللي بيعمل الطعم. هنسخن بقى الطاسه بتاعتنا، واول ما احس انها تمام هبدا بقى اجيب معلقه او سباتولا ونحط عندي مكعب الزبده. وطبعا هضيف عندي كمان شويه زيت زيتون او ممكن اي زيت نباتي انتوا بتستخدموه. هسيب كده الزبده عندي تسيح تماما، وبعد كده هبدا انزل بالعرق بتاعي. وطبعا هضيف بقى شويه الروز ماري اللي هتديها ريحه حلوه، والزعتر الفريش هياخد كده شويه صغيرين زي ما هما بالعود بتاعهم، احنا بس يا دوبك كده عايزين ناخد الطعم بتاعها. وكمان هنضيف عندي الثوم، الثوم بقى هيكون سليم زي ما هو، الكمان عارفه ممكن تكون كتيره شويه بس كل ده احنا برضه هناخد الطعم بس. طيب نفضل بقى كده نشوح يمين وشمال العرق بتاعي، وابدا بقى اتبله بشويه ملح وفلفل. في ناس بتحب تتبل بس بملح وتسيب الفلفل للاخر، لان بيقولوا ان الفلفل لما بياخد مده طويله شويه في الزبده او في الزيت بيمرر شويه. فانا بقى لكل اللي هعمله ان انا بس اول ما تاخد معايا اللون كده هبدا بقى انزل بالايه بالملح والفلفل. هجيب عندي هنا بقى معلقه عشان احاول الزبده دي اوزعها عندي على العرق. طيب العرق ده ممكن نعمل بيه ايه تاني؟ ممكن نقطعه شرايح ونعمله بنفس الطريقه، تبقى حاجات كده صغيره بعجينه الباف باستري تبقى برده حلوه جدا. لكن احنا عندنا طبعا لو في بقى عزومه ورمضان دايما بنحب نقدم اطباق تكون شكلها مختلف وتكون شيك على السفره. نحاول بقى كده اقلب العرق وافضل بقى اقلب يمين شمال لغايه ما يديني اللون الحلو اللي انا عايزاه. طيب هبدا بقى اضيف شويه الملح والفلفل، شويه فلفل كده صغيرين، مش صغيرين قوي يعني، ممكن نزود شويه لو انتوا بتحبوا الحاجه تكون فيها فلفل يعني، وشويه ملح. تمام بس كده خلاص، مش محتاجه اكتر من كده، ملح وفلفل بس يا دوبك هتديها الطعم الحلو. طبعا لو انتوا حابين بقى تحطوا شويه بودره ثوم، بودره بصل، اللي انتوا عايزينه ضيفوه، بس في اللحمه بالذات انا بستكفى قوي بالملح والفلفل. بصوا بقى خدت عندي هنا اللون، طيب عقبال بقى ما تتشوح شويه تعالوا نتكلم عن الباف باستري. انا جايبه هنا عجينه جاهزه وفرداها بالنشابه لغايه ما تكون بالشكل ده. ليه بقى حاطه عليها الكيس؟ علشان ما تنشفش مني. اي حاجه المخبوزات زي مثلا الجلاش زي الباف باستري، الحاجات دي كلها مهمه جدا احنا نغطيها بفوطه تكون منديه شويه، او ممكن تكون بكيس نايلون علشان ما تنشفش مني وتبقى طريه وسهله معايا وانا بلفها. طيب احنا بقى عندنا هنا طبعا المشروم متقطع صغير، كل اللي هعمله اول ما هبتدي اشيل عندي العرق الفليتو
هحط هنا المشروم عليه واديه تشويحه سريعه لغايه ما ينشف تماما مني. طيب بعد كده انا خلاص عندي العرق اخذ من كل الجوانب اللون اللي انا طالباه. ايه بقى اللي هعمله؟ هكون مشغله الفرن من قبلها تمام، وهجيب الشبكه بتاعه الفرن. انا عندي الشبكه وتحتيها الصينيه، هحط العرق ده على الشبكه وهتدخله الفرن تمام كده. كل بقى اي حاجه في العرق هتلاقيه بقى السوائل كلها احتفظت جواه جوه اللحمه نفسها، وهتدينا طعم حلو جدا. مش عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا ويجنن. طيب كده خلاص عندي انا اخدت اللون المظبوط، بس خلوا بالكم هي من جوه لسه مش مستويه، عشان كده هدخلها الفرن شويه على الشبكه وتحتيها الصينيه. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعملها. هفتح الفرن كده، وزي ما انتم شايفين في شبكه وتحتيها صينيه. هبتدي بقى انقل ونبدا نشيلها بالشكل ده. طيب بعد كده بقى هبدا اشوح عندي هنا المشروم في نفس الزبده اللي احنا عملناها تمام، واخلي برده المشروم ياخد من طعم الثوم وطعم الزعتر. عقبال بقى ما المشروم عندي يجهز واللحمه كمان تستوي ونسيبها تبرد شويه، تعال نشوف الجزار ازاي بننقي قطعه الفليتو بطريقه معينه ومن انهي حته بالظبط. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن عرق الفليتو. عرق الفليتو من العضلات اللي كلنا بنحبها، وعارفين طبعا ان هي افضل عضله في الحيوان بنشويها. عضله طريه جدا جدا لانها عضله داخليه، بعضله بعيده عن الحركه، حته لحمه نقدر ناكلها في المشوي على الجريل او على الفحم او في الفرن. الفليتو التقطيع بتاعته بيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بنقطعه ازاي؟ بيبقى هو بنفس الشكل ده، طبعا بيتقطع حلقات كده، برضه هو من العضلات اللي ما بنتكاش عليها في التسويه، بتحتاج تسويه قليله جدا جدا، ما بتعديش معانا التلت ساعه.